السلام عليكم. مشكلة التصبغات هي المشكلة الرئيسية عند أكثر الأشخاص، ولا زالت هاي المشكلة مستمرة، ودائما ننشر كريمات وأشياء فعالة ونرجع ننشر الأشياء اللي عليها طلب. التصبغات تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون استخدام مواقع شمس، وتصبغات تحدث نتيجة استخدام بعض الأشياء الجاهزة اللي ممكن تأثر على البشرة، مثل الخلطات الجاهزة والخلطات اللي تحتوي على مواد ستيرويدية. وأكثر الأشخاص يعانون من هاي المشكلة، لكن أكثر كريم عليه طلب حاليا وهواي من الأشخاص جاي يستخدمونه ويحصلون عليه نتائج، وأنا أيضا مجربه على أكثر من شخص وحصل من عنده على نتائج كلش فعالة، اللي هو كريم بالمرس. هذا الكريم الحلو به أنه لجميع أنواع البشرة، يعني الجافة والحساسة والمختلطة والعادية، وبنفس الوقت خالي من أي مواد أو إضافات ممكن أن السبب تحسس أو تهيج للبشرة، وبنفس الوقت خالي من البارابين وخالي أيضا من العطور. يحتوي على تركيبة فعالة مهمة اللي هي مادة النياسينامايد وفيتامين إي، وأيضا يحتوي على فيتامين سي، ومعزز أيضا ببعض أنواع الفيتامينات الفعالة، وأيضا خالي من مادة الهيدروكوينون اللي هي تعتبر من المواد اللي ممكن أن تثبط إنتاج مادة الميلانين بالبشرة، وأيضا مختبر سريريا ومجرب على أكثر من شخص، والحلو به أن النتائج تظهر من أول استخدام، يعني من أسبوعين إلى 4 أسابيع ممكن أن تحصل على نتائج فعالة. طريقة الاستخدام مالته مرتين صباحا ومساء. إن شاء الله يا رب الصحة والعافية، تحياتي لكم.